حاج تكركب. لك حاج تكركب حاج. هلكتني رح يقلعوني انا وياك. شو عم تعمل انت؟ عم برسم خطة عزة. خطة شو؟ خطة الاشراف. اشراف؟ في غيركم اشراف؟ عم تضحك؟ وانت كمان عم تضحك؟ الو شلونك ماما؟ بتبوس ايدك الحقيني. اجت نانسي وجابت الاولاد تركت لي اياهم وقالت بدها تتجوز واليوم مسافره. لا لا شو قول لرولا؟ لا ما حكيت. ماما ما في حل غير انك يعني جيب لك الاولاد انا تربيهم انت لبين ما ظبط الامور مع رولا. ما عندك استعداد؟ طب ماما شو اعمل يعني هيك صار شو اعمل؟ شو حبيبي؟ دقيقة عم بحكي مع تيتي. طب شو اعمل يعني هلا ماما؟ يمشوكي بايدي؟ ماشي ماما ماشي. ماشي ماشي الله معك الله معك. لك شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ بس فهمني شو عم تعمل؟ برسم. عم ترسم؟ حبيبي واحد يرسم على الورقة مو قوم على البيت تعال تعال توتا توتا يا توتا تعي يا حبيبي تعي. هلا تيجي الماما تسأل عليكم لزمان ما شافتكم. يا عمري يلا وقفي هون هلا بتيجي الماما. سارة ها؟ سارة ماما تعالي بأمري تعالي بأمري. يا روحي شو اشتقت لك يا روحي. باي انزلي يا عمري حطيني اياها. خذي يا روحي انا عمري. هالضحكه انا يا قلبي خير ست عمار. تعالي ماما. والله منيح اللي تذكرتي اسم ست بناتك. ليكي لهون وبس ما عاد فيني خلص. ما عاد فيكي شو؟ انا كنت عم اتحمل البنات كرمال ابني عمار الله يرحمه. ايوه صار له سنه متوفي. بس لو فيكي ذره حنيه كنت على الاقل مريتك الفتره وسالتي عليهم. بس يا عبي الشوم يلا روحي. والله كتر خيرك وعزبتي. اي بناتك تصطفلي منك الون لحي ابني. يلا شلونكم حبيباتي؟ نعم تتفرج على التلفزيون؟ يا عيني يا عيني شعل لك التلفزيون حبيبي؟ لك خسى الجوع. شو بدكم تاكلوا؟ بطاطا. بطاطا؟ وانت كمان بدك تاكل بطاطا؟ يا الله انا شو عملت بحالي؟ كيف بترك ولادي؟ وين حنيتي؟ يا خوفي يا رولا تتركيني وانبلش فيهم لحالي. بابا حبيبي انا رايح اعمل لكم اكل. تفرجوا على التلفزيون.